اخويا قد كده موجوع يا عبده ينشك في ايده العواره. انا مش موجوع زي من الجرح اللي في وشي. موجوع في الجرح اللي جواها مش عايز يخرب. سكسكة انا ما كنتش حاسس في يوم من الايام ان انا هكره البلد دي. حاسس ان انا بكرهها، مخنوق منها. سكسكة ما تيجي نسافر، ناخد عيالنا ونسافر نهاجر عشان خاطر ما حدش يلاقي وش عسي في الحارة قدام الناس. عشان خاطر بس يا حبيبي قد كده موجوع يا عبدو. ايه يا حبيبي عملوا لك ايه هناك يا عبدو؟ عشان ما بحبش الظلم، والله ما بحب الظلم. الظابط الجديد ده ظالم قوي. ليه سكسكة وهو بيمد ايده وبتنزل على وشه ما شافش فيا اخوه ولا ابوه؟ ليه شفت الظابط ده انه مش من بلدي؟ حسيت انه اجنبي. ليه انا حاسس ان الظابط ده مش من هنا؟ حاسس انه من بلد تانية غير هنا. ناس هنا طيبين، هو مش طيب. جرحني، كرامتي اتبهدلت قدامه. عشان كده بقول انا لازم امشي، لازم نسيب البلد دي والبيت ده ونمشي. معلش يا عبدو، نطاطي يا عبدو، نطاطي نطاطي لحد الرحمة تعبت. عارفه بيقول لي ايه؟ بيقول عبده لازم تجيب له قضية يلبسك قضية مساومة وسخة. عارفة انا اشتغل ايه بعد كده؟ اشتغل مرشد. عبده اشتغل مرشد. نجري امورنا يا عبده، نجري امورنا. ازاي سكسكة؟ ازاي يقول عبده طول عمره بيحب ناس وبيحب اهله وبيحب زمايله اشتغل عليهم مرشد، هبلغ عنهم، هسلمهم تسليم اهالي، عيالتهم ولادهم.